أيها السادة المشاهدون، ضابط أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قضية للحوار. أيها السادة المشاهدون، إن عملية تطوير التعليم وتجديد المناهج الدراسية لمواكبة العصر من أهم أسس بناء ونهضة كل المجتمعات المتقدمة، ولا يمكن لأي مجتمع أن يتقدم أو يتطور ما لم تكن لديه بنية تعليمية قوية ومؤسسات قائمة على أسس متينة تلبي رغبات العصر ومتطلبات الحياة. أيها السادة المشاهدون، يدور موضوع حديثنا في هذه الحلقة حول تطوير التعليم والمناهج الدراسية في تشاد، ولكن في البداية اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريمين في داخل الاستوديو، وهما الدكتور علي محمد قمر، مدير المركز التربوي الإقليمي للإسوسكو بتشاد. دكتور، مرحب بك. كما اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الثاني في داخل الاستوديو، هو الدكتور عبد الله بخيت صالح، عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة أنجمينة. دكتور، مرحب بك في هذه الحلقة. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا دكتور، نحن نتحدث اليوم عن موضوع تطوير التعليم والمناهج التربوية أو المناهج الدراسية في تشاد، ونحن الآن في عصر النهضة، نريد كل شيء أن يكون مواكبا لمتطلبات هذا العصر، فنريد أيضا التعليم أيضا أن ينهض وأن يكون تعليما متقدما مواكبا لهذه الدعوة التي أطلقتها الحكومة، وهو تطوير التعليم. فكثير من الدول تتحدث عن تطوير التعليم، ماذا نعني بكلمة تطوير التعليم؟ أشكر لكم إتاحتكم لي الفرصة لعقد هذه الجلسة العلمية والتي تتناول قضية تطوير التعليم وتطوير المناهج. إذن هذه من الموضوعات الحامة والجديرة بالمناولة. أما عن سؤالكم، فأستطيع القول بأن كلمة التطوير يعنى بها التغيير إلى الأفضل، التغيير إلى الأفضل. والتطوير سنة من سنن الحياة، وهي تشمل جميع مرافق الحياة، سواء كانت الاجتماعية أم الثقافية أم العلمية وغيرها من مناحي الحياة. فبدون التطوير لا يكون هناك تقدم ولا يكون هناك ازدهار لأي دولة من الدول. وإذا كان التطوير شمل هذه المناحي التي أشرنا إليها من ثقافية واجتماعية وغيرها، فهي في العملية التربوية من الأهمية بمكان، لأن العملية التربوية هي أساس الرخاء وأساس التقدم وأساس الازدهار. بدون تطوير للعملية التربوية لا يكون هناك تنمية ولا يكون هناك نهضة. فإذا هذا التطوير صراحة مسألة ضرورية ومسألة حتمية ينبغي أن تنشدها جميع المجتمعات وجميع الدول من أجل الوصول إلى السؤدد ومن أجل الوصول إلى ما تنشده من أهداف. نعم، هذه هي ما تعنيه كلمة تطوير التعليم. دكتور، لو أحلنا إليك نفس السؤال، ما مفهوم كلمة يعني تطوير التعليم؟ كل الدول الآن بدأت تتحدث عن تطوير المنظومة التعليمية. نعم، التطوير بصورة عامة الانتقال من حالة إلى حالة أفضل. نعم، أي الارتقاء نحو الأفضل. نعم، في كل شيء. نعم، عندما نسعى إلى تطوير التعليم هناك مسلمات للتطوير هذا. نعم، قبل تطوير التعليم ما التعليم؟ نعم، التعليم بصورة عامة في كل المجتمعات هو بناء الفرد ومحو الأمية في المجتمع. نعم، بناء الفرد ومحو الأمية في المجتمع. في المجتمع، هذا هو التعليم. نعم نعم، إذا تطوير التعليم تطوير هذه المستلزمات. نعم، لكي نطور العملية التعليمية في بلد من البلاد تحتاج إلى الكثير، إلى تكالب الكثير من الجهود. نعم، من أجل تطوير العملية التعليمية. وبلدنا تشاد ليست خارج عن هذه المنظومة، أن منذ فجر الاستقلال اهتمت بوزارة التربية الوطنية، وربما تعد هذه الوزارة بعد وزارة الزراعة من أقدم الوزارات في الدولة التشادية. نعم، الناس يتكلمون كثيرا عن عملية تطوير التعليم، لكن من الناحية الواقعية التطبيقية الكلام شيء والتطبيق شيء آخر. في الكثير من الدول، خاصة دول العالم الثالث، الناس يلتقون في يعني مؤتمرات، لقاءات، تجمعات، يناقشون هذه الموضوعات، لكن التطبيق صعب. نعم، إذن تطوير التعليم، هناك نظم تعليمية، هناك مناهج تعليمية، هناك أسلوب تربوي سائد من قبل،
كل دولة تسعى إلى الارتقاء هو الأفضل في هذه الأساليب والوسائل. نعم. ولذلك إذا هونا أن نتكلم عن عملية تطوير التعليم، نتمنى أن تتوسع الحلقة لكي تشمل جهات أخرى مثل المسؤولين في وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم الآلي والبحث العلمي، لأن هناك مجموعة من الجهود والتراكمات تركت أو وجدت على مدار العشرين سنة الأخيرة، كلها تتكلم عن تطوير التعليم تطوير التعليم تطوير التعليم، لذلك فهي عملية واسعة وتحتاج إلى تكالب الجهود. نعم. دكتور، هذا الكلام كلام حول عملية تطوير التعليم يجرنا إلى سؤال آخر، وهو ما هو تقييمكم العام للنظام التعليمي في تشاد حاليا؟ هل هذا النظام التعليمي حقيقة يسير نحو الأفضل، أم أن نظامنا التعليمي نظام بطيء يحتاج إلى عملية وتضافر جهود حتى يمشي أو يسير إلى نحو الأفضل؟ نعم. جميل جدا. قبل أن آتي إلى مسألة التقييم الواقع على تطوير التعليم وكذا، ينبغي أن نشير أيضا إلى أن هناك مرتكزات انطلقت منها عملية التطوير هذه. نعم. وعلى ضوء ذلك، إذا نظرنا في تشاد وتفحصنا الأمور على حقيقتها، نلمس من أن الحكومة التشادية بذلت بعض المجهودات. يعني مسألة التطوير طبعا تأخذنا حتى من الناحية التاريخية. نعم. للنظر في هذه القضية. نعم. قام نحن طبعا تشاد مرت بظروف استعمارية ومنذ الستينيات منذ قبل الستينيات إلى آخره. فماذا عمل المستعمر عن ذلك؟ المدرسة التشادية كانت يشكلها كما يرى. نعم. وعلى ضوء ذلك صراحة همه في ذلك الوقت كان هو تخريج مجموعة من المترجمين ومجموعة من الكتبة بهدف تسيير إدارته آنذاك، وكانت أيضا المدارس قليلة. نعم. وكانت المرحلة السائدة آنذاك هي المرحلة الابتدائية، وقليل من المرحلة ثم الإعدادية فقط. نعم. فإذا آنذاك كانت هذه الوضعية، لكن عندما نالت تشاد استقلالها وبدأ رواد التعليم يهتمون وكذا، فأيضا حدثت هناك نقلة. هذه النقلة تمثلت في ماذا؟ ضرورة إدخال مادة التاريخ بهدف تعريف التشادي الطالب التشادي بهويته وبتاريخه وبأمجاده. نعم. كذلك إدخال الجغرافيا. إذا هذه أيضا مسألة تطوير. ثم أيضا تغيير المسميات. في السابق كانت المسميات كلها فرنسية، فإذا المسميات تحول إلى التشادية بدل أن تكون فرنسية. نعم. فهذه أيضا ممكن تطلع عليها تغيير، وهكذا إلى أن مرت الأمور ووصلنا عام 2000 وغيرها. فمنذ سنة 2000 صراحة لمسنا أن هناك تغيير ملموس بالنسبة للتطوير. بالنسبة للتطوير. نعم. الآن وطبعا التطوير هذا يمكن أحصره في إطارين. نعم. إطار البنية التحتية وإطار التدريب والتأهيل. البنية التحتية بنية المؤسسات، البنية المؤسسات التربوية. نعم. الآن الحمد لله البنية نقصد بها بناء المدارس. نعم. والجامعات، وعندك توفير المعامل، وعندك أيضا توفير الوسائل التعليمية وغيرها. نعم. هذا متعلق بالبنية. وعلى ضوء ذلك أستطيع أن أقول أننا الحمد لله الآن يعني عندنا قرابة 6 أو 7 جامعة. نعم. مما لا يتوفر كثير جدا في الدول المجاورة. نعم. عندنا ما يزيد عن 11 معهد عالي. نعم. فإذا هذا أيضا تطوير. عندنا أيضا ما يزيد عن 82 معهد تعليمي خاص. نعم. فإذا هذه المسائل في السابق ما كانت موجودة وجدت الآن. نعم. في مجال التدريب والإعداد تم أيضا تغيير البرنامج عند النظام الـLMD. نعم. في التعليم العالي. نعم. والعميد هو يعرف هذه المسألة أكثر مني. نعم. يعني عند الليسانس ماستر دكتوراه في السابق هذا الموضوع ما كان موجود، وإنما تبنته الدولة وأدرجته في نظامها التربوي العالي. فإذا هذه المسائل أيضا نحن نعتبرها يعني التوسية حتى في قبول الطلاب. نعم. في السابق كانت الطلاب عددهم لا يتجاوز 500 أو 1000 الذين تم استيعابهم في الجامعات. نعم. الآن المسألة توسعت إلى آلاف. نعم. فإذا هذه أيضا تطوير، بالإضافة إلى بناء المدارس. الآن سنويا منذ عام 2005 حتى هذه اللحظة الذين يتقدمون كطلاب في المرحلة الابتدائية في الصف الأول ما يزيد عن 1 مليون. 1 مليون طفل. طفل. نعم. فإذا هذا أيضا تجديد، في السابق ما كان موجود. إضافة إلى توفير المناهج وتوفير الكتب والمعهد المركز الوطني للمناهج ما يقوم به الأدوار،
فإذا هذه كلها كتجديدات صراحة ما كانت موجودة والآن أوجدناها ونعتبرها كتطوير في العملية التربوية. ده في التعليم العام ما يطلع المرحلة الابتدائية الإعدادية الثانوية عندنا ما حد تدريب المعلمين ما من إقليم الآن إلا وبه ما حد إعداد معلم مرحلة ابتدائية. في السابع كانوا لا يتجاوز عددهم من 4 إلى 5، الآن عندنا ما يزيد عن 22 ما حد تربوي يعيد معلم مرحلة ابتدائية. فإذا الأرضية موجودة، نعم، والحكومة بذلت صراحة مجهودا مقدرا ووظفت ما يزيد عن الآلاف من مدرسين سواء كان المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية دعك عن المرحلة العالية. فإذا هذه مسائل كلها صراحة ما كان موجود في السابق، إنما وجدت حديثا وهي ترمي في تطوير المنظومة التربوية إلى الأفضل، وعلى ضوء ذلك الساحة تعج بهذا التطوير بهذه الإنجازات. لكن أما عن تقييمها فصراحة المسألة تحتاج منا كخبراء إلى أن نقف بأن نضع النقاط على الحروف، وإذا أردنا ذلك كذلك يمكن التعرف على واقع التقييم من خلال نتائج الشهادة الثانوية. فإذا أكدت الشهادة الثانوية نتائجها التي سواء كانت هذه العام هذا العام أم العام المنصرم أن هناك عملا ينبغي أن هناك عمل ينبغي أن نجريه، نعم، حتى لتعديل المنظومة التربوية، نعم، حتى نصل إلى ما نصب إليه. جميل دكتور، في ثنايا حديثك حول معنى كلمة تطوير التعليم قلت إن كلمة تطوير التعليم الآن تتبادلها كثير من الدول وتعقد السيمينارات ودورات تدريبية وما أشبه ذلك، لكن التطبيق على أرض الواقع هو يشكل صعوبة. ف ما هو تقييمكم العام بالنسبة للتعليم في تشاد لو تحدثنا عنه، ونفس السؤال الذي تكلمنا عنه مع الدكتور نحيله إلى حضراتكم؟ نعم، نستطيع أن ننظر إلى عملية تقييم التعليم بصورة عامة في تشاد من منظورين. نعم، المنظور الأول كيفي والمنظور الثاني كمي. المنظور الأول كيفي والثاني كمي. نعم، نعم. في المنظور الكيفي لتطوير التعليم في تشاد نستطيع للتطوير والتقييم معا، نعم، نستطيع أن ننظر للعملية التربوية بصورة عامة في تشاد بمختلف مراحله من خلال 4 نقاط. نعم، أولا الأهداف، الأهداف، المحتوى بين قوسين المناهج والمقررات، نعم، ورقم، نعم، 4 التقويم. نعم، فيما يتعلق بالأهداف، هل الأهداف أهداف التي وضعت لتطوير التعليم في تشاد في بكل المراحل هل هي أهداف واضحة و تمكنت الإدارات من تحقيقها، وكذلك وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم الثانوي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هل هذه الوزارات المكلفة بالإشراف على التعليم بصورة عامة في تشاد حققت هذه الأهداف بصورة دقيقة أم لا؟ نعم. فيما يتعلق بالنقطة الثانية المحتوى أو المناهج، هناك إشكالية رغم أن هناك جهود كما ذكر الدكتور سواء كان من قبل الدولة أو من قبل ممثلة في وزارة التربية الوطنية عبر المركز الوطني للمناهج. نعم، هناك جهود لا نبخس الناس أشياءهم، ولكن هناك خلل، خلل في المناهج، خلل في لا نستطيع أن نقول في المناهج لكن في طريقة العمل. نعم، وبالتالي الخلل في طريقة العمل يؤدي إلى ظهور بعض الخلل في بعض الأشياء التي وضعت، لأن جهود من قبل الناس ولا بد من تقدير هذه الجهود. نعم. النقطة الثالثة التدريس، يعني نحن قلنا الآن الأهداف المحتوى بين قوسين المقررات والمناهج، ورقم 3 التدريس. التدريس، التدريس هناك أيضا يعني مشكلات كثيرة مرتبطة بها، ليس كل من يدرس فهو مدرس كما يقول المثل المصري. نعم، ليس كل من يطبخ طباخا. نعم، يعني هناك مستويات متباينة في المدرسين، في المدرسين بكل مستويات التعليم. نعم، من الابتدائي حتى الجامعة. نعم، حتى ما بعد الجامعة هناك إشكاليات. إذا في التدريس يختلف عملية التطوير والتقييم في كل مؤسسة أو في كل محتوى حسب الأساتذة الأكفاء الذين لديهم المقدرة على تطبيق أهداف المنهج وتعدية الرسالة، وتعدية الرسالة. نعم، حتى تبلغ الدولة الأهداف المنشودة على المدى البعيد والقريب. النقطة الرابعة التقويم، بعد ذلك التقويم عملية معقدة وتحتاج إلى الكثير من المدخلات والمخرجات. نعم، هذا من الناحية الكيفية، يعني التقويم وتطوير التعليم من الناحية الكيفية في تشاد إذا حاولنا أن نتناولها من هذا المنظور.
أي نتناول هذه العناصر الأربع التي تعتبر مشتملات العملية التربوية في كل بلد لكي نقوم العملية التعليمية في كل بلد، لابد أن نتناول هذه النقاط الأربعة بدقة ودقيق، ونعرف ما تمكنت الدولة من تحقيق وما لم يتمكن من تحقيق حتى يتم معالجتها على المدى القصير والبعيد. التطهير والتقييم الكمي أي من الناحية الكمية بالنسبة للعملية التعليمية في تشاد، كما ذكر أخ الدكتور علي محمد قمر من قبل، هناك تطور ملحوظ من الناحية الكمية. يعني سنة 1990 عندنا جامعة واحدة فقط في تشاد. 1990. جامعة واحدة، يعني من استقلال تشاد تأسست الجامعة الأنجمية سنة 1971. في شهر ديسمبر، وحتى سنة 1990 عندنا جامعة واحدة فقط. جامعة الأنجمية جامعة تشاد، تغير المسميات لكن هي هي. كانت تسمى جامعة تشاد وتحولت إلى جامعة الأنجمية. هي هي. لا توجد جامعة أخرى في تشاد. تخيل أن كل الطلاب من كل بقاع تشاد يتوجهون إلى عاصمة البلاد لكي يدرسوا في جامعة واحدة. وبدأت بكلية واحدة. بعد سنة 1990 بدأت مؤسسات التعليم الآلي في الظهور في الساحة. سواء كان يعني بداية من سنة 90. التطوير الفعلي للتعليم العالي، وبعد ذلك ممكن ننزل للثانوي والابتدائي أيضا. يعني بدأ من سنة 90. أي عندما نقول الانتقال أو الارتقاء نحو الأفضل، عندما نقول عملية التطوير. الارتقاء نحو الأفضل كانت جامعة واحدة، صارت 2 3 4 هكذا إلى أن صرنا اليوم هناك 17 جامعة ومعهد جامعي كما ذكر الدكتور. زميلي. جامعة ومعهد جامعي تابعة للدولة. الجامعات الخاصة والأهلية تقريبا 25 جامعة، ال 17 هي التابعة لوزارة التعليم الآلي والبحث العلمي وهي عامة والوزارة هي التي تديرها. أما هناك 20 جامعة. تقريبا 25 جامعة ومعهد جامعي خاص، يعني بمستوى جامعة. تبدأ ابتداء من جامعة الملك فيصل، جامعة إيميكو سي، جامعة فيرتشيل، هكذا الجامعات كثيرة الآن، جامعة الأنجمية المفتوحة، الجامعات كثيرة الآن تقريبا 25 جامعة بمختلف أقاليم تشاد. الشيء الآخر الملاحظ في عملية التطوير أو التطوير حصل في التعليم الآلي والبحث العلمي، الجامعة الواحدة كانت محصورة في العاصمة. في العاصمة الجميلة. فقط. وهي جامعة الجميلة. جامعة الجميلة. الآن الشيء الجميل تجد هناك جامعات في كل أقاليم البلاد. تجد جامعة في مندو، جامعة في سار، جامعة في دوبا، جامعة في أبشة، جامعة في آتيا. الآن الجامعات انتشرت، جامعة في إقليم البحيرة أو في معهد البترول. هكذا الآن هناك توسع. إذا التطهير ملحوظ. لا نستطيع أن نقول أن لا يوجد تطهير، ولا يستطيع أحد أن ينكر أن لا يوجد تطهير في عملية التعليم الآلي من الناحية الكمية. فيما يتعلق بالتعليم الثانوي والتعليم الإعدادي والابتدائي أيضا هناك تطهير في البنية التعليمية، في البنية التعليمية وفي عدد المدارس وكذلك في عدد المدرسين وفي عدد أعداد الطلاب. وأنا أعزو هذا الشيء أنه مرتبط بالاستقرار. نحن في الفترة من سنة 1990 إلى 2013 عشنا نوعا ما من الاستقرار النسبي. حدث تطور كبير جدا في عدد المؤسسات التعليمية خلال هذه الفترة. لأن الدولة التشادية وضعت نصب عيونها عملية تطوير التعليم، وجعل العملية التربوية والتعليم والتوسع في التعليم من أولويات الحكومة. الآن وزارة التعليم والصحة البيئة فهي من الاهتمامات الأولى للحكومة، ولذلك في خلال هذه الفترة تم تحقيق الكثير. إذا نستطيع أن نقول هذه يعني هناك تطوير وتطور ملحوظ سواء كان في البنية التحتية من الناحية الكمية. دكتور، كلام الذي تحدث عنه دكتور عبد الله بخيت كلام جميل جدا، طاف بنا منذ عام 1990 بدأ تطوير التعليم وبدأت البلاد تشهد طفرة في البنية التحتية التعليمية، ولكن هل هو المطلوب الكم أم المطلوب الكيف؟ يعني الآن وجدنا 17 جامعة، وجدنا معاهد عليا عددها كبير جدا، مدارس ثانوية، مدارس إعدادية، والآن التعليم يخطو نحو الأفضل، لكن هل هو المطلوب الكيف؟ المطلوب الكيف أم المطلوب الكم؟ جميل. فعلا ما أشار إليه الدكتور فعلا مسائل مهمة جدا، وهي نحن عندما نأتي لنقيم ينبغي أن ننظر إلى هذه المنظومة، هي منظومة الأهداف ثم المحتوى ثم الطريقة ثم التقويم، وقد أفاض في ذلك، والحمد لله نحن تجاوزنا مرحلة الكمية. بعد ذلك ينبغي أن نفكر في مسألة الكيفية، وفعلا النوعية مطلوبة. الآن كثير من المؤسسات وكثير من المؤسسات الدولية وحتى الدولة التشادية
تسعى إلى ضرورة إعداد المواطن الصالح، نعم، إعداد المواطن النافع. مسألة الكمية هذه صراحة إن كان أنها في فترة من فترات كانت ضرورية، لكن الآن نحن نريد النوعية، نعم، والنوعية يعني بمعنى آخر يقصد بها ضرورة تطبيق اللوائح، نعم، ضرورة النظر إلى المنظومة التربوية النظرة الصحيحة، نعم، بحيث هذه الأهداف التي وضعناها سلفا وضعها وضع الخبراء وضعها المختصون ينبغي أن تتحقق في نفوس الأطفال، في يكون هناك مخرجات، نعم، عندنا مدخلات ثم مخرجات، هذه المخرجات ينبغي أن تتحقق. وعلى ضوء ذلك صراحة هذه الأشياء عندما نحن نريد أن نقيمها سواء كان الأهداف أو المحتوى أو الطريقة التقييم، أفضل وسيلة لتقييم ذلك هي المخرجات، نعم، والتي تمثل في الاختبارات والامتحانات، نعم، فمن خلال الامتحانات صراحة تظهر لنا فعلا هذه الأهداف تحققت أم لا، نعم، ومن خلال هذه المنظومة التي لا غنى عنها هي مسألة الامتحانات والاختبارات. وعلى ضوء ذلك عندما نأتي لنقيم صراحة النوعية فتظهر واقعا وتظهر ملموسا من خلال نتائج الامتحانات، وعلى ضوء ذلك صراحة نستطيع القول أن هذه الامتحانات التي تجرى سواء كان في الابتدائية والإعدادية والثانوية ينبغي أن تعكس واقع تحصيل حول الطلاب، وفعل المسألة غير لا نستشعرها بدقة في الامتحانات الإعدادية والابتدائية، لكن هي نتلمسها عيانا ونحس بها، بل قد نتضجر، وكثيرا ما تكلمنا عن واقع امتحانات الشهادة الثانوية وما آلت إليه النتائج، وكثيرا ما السلطات العليا للدولة أخذت هذه المسألة بجد واهتمام كبير. الآن هذا الملف بيد رئيس الوزراء، والآن الاهتمام السائد في المجتمع التشادي بضرورة الوصول إلى حل لهذه المعضلة. على ضوء ذلك صراحة أقول أننا فعلا ينبغي أن نعني عناية كاملة بعملية النوعية، ينبغي أن الطلاب الذين درسوا كل هذه الأعوام عام دراسي كامل في الشهادة الثانوية ينبغي أن ينجحوا. وعلى ضوء ذلك صراحة أنا أحمل هذه المسؤولية للجميع، نعم، وتحديدا مديري المدارس، نعم، لأن مدير المدرسة هو الذي يحقق النوعية في مدرسته، فبقدر ما أن الحكومة الحمد لله وغيرها وفرت الكتاب وأولياء الأمور بذلوا ما عندهم مجهودات، أنا أحمل المسؤولية إذا أردنا أن يكون هناك نقلة نوعية في التعليم وفي التدريب، خاصة مخرجات العملية التعليمية المتمثلة في الشهادة الثانوية، نعم، فأنا أحمل مسؤولية صراحة بصورة أكبر، نعم، إلى مدير المدرسة. مدير المدرسة، لأن مدير المدرسة هو سيد الموقف، نعم، وهو يترأس كل هذه المجموعة، نعم، بصلاحه تصلح العملية التربوية في مدرسته، وبفساده وتقاعسه صراحة تفسد العملية التربوية. دكتور، تحدثنا عن الكمية، كون المدارس الآن ما شاء الله في ازدياد يوما بعد يوم، ولكن بالنسبة لما تحدث عنه الدكتور أن النتائج الامتحانات تشير إلى أن الكمية إذا لم تكن محسنة، لم تكن فيها عملية تدريسية متكاملة، لا فائدة منها. ماذا تقول في هذا الكلام؟ نعم، ينبغي أن ننظر، يعني إضافة إلى ما قاله، نتائج الامتحانات في شهادة ليس في مستوى الشهادة الثانوية فقط، إنما هناك مشكلة حتى في المستويات الجامعية. نعم، حتى في المستويات الجامعية هناك تدني في المستوى بصورة عامة. نعم، تدني يعني رهيب في المستوى، وفي الامتحانات الشهادة الثانوية هي العملية كارثية. نعم، بكل دول العالم عندما يمتحن الطلاب نجد أن حوالي نصف العدد أو يزيد ينجحون في امتحان الشهادة الثانوية، لكن الشهادة الثانوية التشادية صارت معضلة لكل التشاديين، وصارت مصدر خوف لكل من يريد أن يمتحن، لأنها كان صار إحدى المستهلات التي لا يستطيع الطالب أن يبلغها إلا بعد مشاق وبعد الكثير من العمليات. نعم. لكي ننتقل من مرحلة الكم إلى مرحلة الكيف، أي النوعية والتمكن، ينبغي أن تتخذ العديد من الإجراءات.
منها ما هي متعلقة بوزارة التربية الوطنية أو الجهات المختصة بالتعليم بصورة مباشرة الإدارية، منها ما هي متعلقة بمدراء المدارس، منها ما هو متعلق بالأساتذة أنفسهم. نعم. وهناك ما هو متعلق بالمنهج. تخيل أن طلاب يمتهنون الشهادة الثانوية في معهد السلامات في مدينة أم التيمان، في الثانوية لسا جروبا أسرار الثانوية للمية الزراعية، على مدار سنة كاملة لم يدرسوا مادة الرياضيات ولم يدرسوا مادة الأحياء، ومع ذلك توكل على الله جاءوا نجرب حظنا. نعم. إذا لا نستطيع أن نصل إلى مرحلة النوعية إذا كان هناك طلاب يعني هم الأساسيات موجودة. يعني سنة كاملة طالب ينتهي الشهادة الثانوية في جهة في أقصى الأماكن. نعم. تخيل طالب يعني سنة كاملة في هراز مانغان، أقصى منطقة في الحدود التشادية نحو في الركن الجنوب الشرقي، هو يريد أن يمتهن وبعد ذلك يواصل الدراسة ويكون مواطنا صالحا وناجحا ينفع أسرته ومجتمعه ووطنه. لكن هناك مواد لم يدرسها. يأتي إلى الامتحان يلتفت يمينا وشمالا يريد أن يجد إجابة أو إجابتين ربما لعل وعسى أن ينجح في هذا الامتحان. نعم. بهذه الطريقة لا نستطيع أن نصل إلى النوعية نحن التي نريدها. نعم. إذا على الدولة أن تأخذ بآتقها توفير العملية الأساتذة الأكفاء في كل منطقة في كل بقعة حسب التخصصات، توفير الكتاب المدرسي، توفير الظروف المهيئة للدراسة. نعم. إذا النوعية تحتاج إلى الكثير من الجهود، وكما أشار زميلي لكي نحسن التعليم مسؤولية الجميع ليس الشخص بعينه. تحسين التعليم مسؤولية الجميع. مسؤولية الجميع. نعم. مسؤولية الذين يدخلون في العملية بما في ذلك رب الأسرة أو أولياء أمور الطلاب. نعم. إذا لكي نصل إلى مرحلة النوعية والتخصص الدقيق لا بد أن تتكالب الجهود. نعم. ولا بد أن نجد نكون حاسمين وحازمين. الله يبارك. نعم. دكتور بالنسبة لعملية الامتحانات وعملية رسوب الطلبة، هذه العملية تحدثنا عنها في حلقات كثيرة ولا نريد أن نعيد هذا الكلام ونكرره عدة مرات، لكن بالنسبة نحن عرفنا الداء فأين الدواء، عرفنا المرض فأين الدواء؟ نعم. الدواء يتمثل في أن كل مسؤول كل راعي ينبغي أن يهتم برعيته. نعم. كل من هو معني بالعملية التربوية ينبغي أن يكون بواجبه. المعلم مطالب بأن يؤدي واجبه على الوجه الأكمل. نعم. الطالب مطالب بأن يذاكر هذه الدروس ويفهمها ويستوعبها استيعابا جيدا. مدير المدرسة ينبغي أن يسهر على مدرسته ويحاول قدر الإمكان توفير كل ما هو مستلزم من مستلزمات هذه المؤسسة. الوزارة معنية بتعيين المعلمين ونقلهم إلى هذه المؤسسات التربوية. نعم. الوزارة أيضا معنية بتوفير الكتاب والبرامج الدراسية إلى آخره. ولي الأمر أيضا مطالب بأن يتابع أبنائه ويتعرف على كيفية استيعاب أبنائه لهذه الدروس وما يعانونهم مشكلات. فإذا كل واحد صراحة قام بمسؤوليته على الوجه الأكمل سنحصل على المنظومة التربوية الجيدة التي تدفع بمجتمعنا إلى الأفضل والتي تدفع بمجتمعنا إلى التطور، وبذلك هذا الخلل يأتي اليوم الذي فيه ينتهي للأبد ونحصل على النوعية والنقلة التربوية العالية التي نحن ننشدها. نعم. وبذا تتقدم المجتمعات ونصل إلى ما نصب إليه. نعم. اليابان ماذا عندها؟ ما عندها بترول ولا عندها ثروة حيوانية ولا عندها ماذا، لكنها اعتمدت بالتعليم. اليابان. نعم. وعلى ضوء ذلك تقدم وتعتبر من أغنى دول العالم، هي قد تكون الثالث أم الرابع لا أدري. نعم. فإذا صراحة ينبغي كل منا أن يبذل قصارى جهده ويتحمل هذه المسؤولية ويستشعر على المسؤولية. الشعور بالمسؤولية هذه مسألة مطلوبة جدا. المعلم صراحة عندك حقوق ولك واجبات، بقدر ما أنك تأخذ الماهية عندك واجبات ينبغي أن تأديها. ينبغي أن تدرس على الوجه الأكمل وتخلص لهذه المهنة وتكمل هذا المنهج الذي هو أحد بينك وبين الطلاب وأحد بينك وبين الله سبحانه وتعالى. كذلك مدير المدرسة ينبغي أن لا يتوانى وينبغي ألا يتكاسل، يسهر على كل ما يدور في محيط هذه المؤسسة ويوفر
كل ما تحتاجه هذه المؤسسة والدولة أيضا، وبذلك نعم. نصل إلى المجتمع الأفضل. نعم. بالنسبة للدكتور قد تحدث في حديثه سابقا وفي ثنايا حديثه تحدث عن المدير، المدير هو قائد العملية التربوية في مدرسته، فإذا تقاعس المدير انهارت العملية التربوية، فكيف يمكن تدريب المدراء حتى يسهموا في تطوير المنظومة التعليمية في جهته؟ طيب، قبل تدريب المدراء أريد أن أشير إلى نقطة مهمة. نعم. أن من الأسباب التي أدت إلى تدني المستوى بصورة عامة وتأخر العملية التعليمية في تشاد هو غياب الرقابة والمحاسبة. غياب الرقابة والمحاسبة. والمحاسبة. نعم. وغياب الرقابة والمحاسبة أدى إلى تسيب الكثير من الإداريين وتسيب الكثير من الأساتذة بكل المستويات. نعم. من المرحلة الابتدائية حتى الجامعية. إذن لكي نقوم ونطور وندخل العملية التعليمية وننقلها من المرحلة الكمية إلى الكيفية، لابد من الجدية والحزم والحسم والرقابة والمحاسبة ومكافأة الجادين والأكفاء. نعم. هذا من جانب. فيما يتعلق بالمدير، المدير هو قائد المؤسسة. نعم. ولكي نقوم أداءه ونحسنه عن طريق الدورات والسيمينارات والدورات التأهيلية والتوجيه من قبل الخبراء. نعم. والخبراء التربويين الحمد لله اليوم في تشاد هم كثر. نعم. سواء كانت دارسون بالعربية أو دارسون بالفرنسية، هناك عدد لا بأس به من أبناء تشاد من حملة الدكتوراه في العلوم التربوية. نعم. وهؤلاء هم الخبراء وهم المختصون، وعبر هؤلاء يمكن تقديم دورات تأهيلية للمدراء في كيفية إدارة المؤسسات التعليمية من الناحية الإدارية، في كيفية إدارة المؤسسات التعليمية من الناحية التعليمية والتربوية والأكاديمية والتوجيهية. ينبغي أن تجرى هذه بصورة عملية حتى تقوم الأداء، ومن هنا تكمن العلاج. نعم. دكتور، بصفتك مدير مركز تربوي وأنت على ما أظن تجيد هذه العملية، عملية الدورات أو السيمينارات أو الندوات التعليمية، بالنسبة لمدير المدرسة تحدثت عنه أنه أحيانا قد يكون متقاعد، فكيف يمكن إعداد هذا المدير المتقاعد حتى يسير إلى الدرب؟ نعم. كويس، هذه نقطة مهمة وجديرة بالمناولة. نعم. وفعل الحديث عن مدير المدرسة نحن ننظر إليه من شقين، شق عملية اختياره وشق عملية إعداده. نعم. نعم. يعني ينبغي طبعا مدير المدرسة أن يختار من مجموعة من الأساتذة، ليس كل واحد ينبغي أن يتنصب هذا المنصب. نعم. بقدر ما أن هذا الإنسان الذي يتنصب هذا المنصب يختار اختيارا ويكون عنده مواصفات ويخضع لعملية مسابقة كما تفعل بعض الدول، بعد ذلك الذي نجح في هذه المسابقة يؤهل أو يكون من الذين صراحة يتصف بالمواصفات التربوية وإنسان مخلص لمهنته وإنسان يعني له خبرة طويلة في مجال العمل. فإذا في معايير معينة على ضوءها يتم اختيار هذا المدير، لكن بكل أسف ما نشهده في واقعنا أن هذه المسألة صراحة غير معمول بها. نعم. فنختار المدير بمعايير غير معايير علمية دقيقة، وعلى ضوء ذلك صراحة هو لا يؤدي عمله لأن فاقد الشيء لا يعطيه. نعم. كذلك ما أشرتم إليه وأشار الدكتور أيضا مسألة ضرورية، أننا عندما نتعامل مع الواقع وهذا المدير ليس كلهم فاسدين وليس كلهم صالحين، فإذا هناك من لهم الرغبة ولهم صراحة الإخلاص والتفاني في العمل، لكن يحتاجون من حين لآخر إلى رفع الكفاءة. نعم. سواء كانت التربوية أم المهنية، فإذا ينبغي أن الدولة. نعم. موصلة في وزارة التعليم تقيم دورات تدريبية، يعني وزارة مستمرة. التعليم هي وزارة التعليم مكلفة بإقامة هذه الدورات بالضبط. نعم. وليس هي وحدها، ممكن الباير عندك بعض الممولين، عندك المؤسسات الدولية سواء كان اليونسكو أم الإسيسكو أم البنك الدولي أم غيرها، المؤسسات التي تعمل في مجال التعليم تقيم من حين لآخر دورات ترفيهية. لكن هذه المنظمات الدكتور، المنظمات التي ذكرتها بالنسبة لإسيسكو والمنظمات الأخرى، هذه منظمات دولية ولكن محتاجة إلى جهة تطلب منها الدعم حتى تقيم هذه الدورات. نعم، هناك تنسيق، هناك تنسيق ما بين هذه المؤسسات ووزارة وزارة التعليم. إذن هذا التنسيق في النهاية يقودنا إلى تنظيم
مثل هذه الدورات التي من شأنها رفع الكفاءة التربوية ورفع الكفاءة العلمية لهؤلاء المديرين، لأن هناك أشياء تستجد. نعم. مجال التربية يستجد من حين لآخر، نحن في عصر انفجار المعرفي، فإذا المعلومة غير ثابتة. نعم. نحن في كل يوم في جديد، فإذا من حق هذا المدير أن نتعرف عليه، سواء كان ذلك في المجال الإداري، سواء كان ذلك في المجال التربوي، أو سواء كان ذلك ظهور المستجدات الحديثة في عالم التكنولوجيا حتى يتعامل معها. نعم. ليتمكن من إدارة مؤسسته بصورة الجيدة وبصورة الطيبة وغيرها. نعم. فهذه الدورات المستمرة جد ضرورية، وفي كثير من الدول المتقدمة أنها شرط أساسي. هذه الدورات. نعم. يعني أنت من غير أن تدري فجأة كده تأتيك الورقة وتقول أنك مطالب بالذهاب إلى مؤسسة معينة. نعم. للمشاركة في دورة من الدورات التدريبية إلى آخره. فمثل هذه الدورات صراحة نناشد الوزارة ونناشد الممولين والجهات العاملة في مجال التربية. نعم. أن تقيم هذه الدورات التي تصقل خبرات هؤلاء المديرين. نعم. وتحسن من أدائهم إلى الأفضل. نعم. وتساعد في رفع كفاءتهم المهنية والتربوية العلمية بصورة أفضل. نعم. وبتحسين أداء هؤلاء المديرين هو تحسين لأداء المدرسة. نعم. لأن هذه الأشياء كلها في النهاية تنعكس في عمل هذا المدير، وستتقدم المدرسة. نعم. إلى الأفضل. نعم. كويس. الدكتور أشعل النقطة أريد أن أعلق عليها، فعلا غياب الرقابة مسألة ضرورية. غياب الرقابة. نعم. صراحة دفع منظومة التربوية في تشاد صراحة لا تتقدم إلى الأفضل، وعلى ضوء ذلك طبعا الوزارة عندها من يقوم بهذه المهمة، مهمة الرقابة. نعم. وهؤلاء ممثلين في المشرفين التربويين وفي الموجهين التربويين، فإذا هذه الفئة قليلة. نعم. ينبغي أن تفكر الوزارة في إعداد مثل هؤلاء ليقوموا بالمهمة على الوجه الأكمل. وليست هي المفتشية هي التي تقوم بالرقابة؟ نعم، في المفتشية وفي الموجهين. نعم. في فرق ما بين الموجهين والمفتشين. نعم. الموجه هو ذاك الذي ينزل إلى الميدان. نعم. ليتعرف على الأداء داخل الفصل. نعم. ويتعاون مع المعلم بتعريفه بما استجد من جديد، ويقوم أداؤه بأسلوب لبق حسن. نعم. حتى لتسير المنظومة التربوية على الوجه الأكمل. نعم. لكن المفتش طبعا هذا الموجه يرفع إليه التقارير، وهو بدوره يكون حلقة وصل ما بين المدارس أو هؤلاء الموجهين والإدارة التربوية. يعني بمعنى المفتش هو الذي يقيم هذه الأداء. نعم، هو الموجه هو من يرفع له هذه التقارير، وذاك بدوره يرفع هذه الاحتياجات إلى السلطات العليا، وهو ذاك أيضا مطالب، المفتش مطالب بأن يقيم أداء. نعم. هذا الموجه. نعم. فإذا هؤلاء سواء كان المفتش أو سواء كان الموجه هما المطالبان ب تحقيق عملية المراقبة. نعم. وتحقيق بعملية المتابعة. نعم. وهم أيضا مطالبون أيضا بإخطار الإدارة التربوية بالمشاكل التي بالمستجدات وبالمشكلات التي تظهر في هذه المدارس. نعم. ويقترحون الحلول. نعم. إذن هذه المنظومة صراحة هي مفقودة إلى حد كبير، نتمنى أن يزاد في عددها، وهي أيضا محتاجة إلى التطوير والتدريب حتى لتقوم بمهمتها على الوجه. نعم. الأكمل. نعم الدكتور، بالنسبة لي ما زلنا نتحدث عن تطوير التعليم وتحسين أداء المدير والمدرس، فبرأيكم ما هي الصفات المدير أو المدرس الناجح؟ أكيد المدرس الناجح له صفات معينة، والمدير الناجح أيضا لديه صفات معينة، لكن برأيكم ما هي الصفات التي ينبغي أن يمتثل أو أن يتصف بها هذا المدير الناجح أو المدرس الناجح؟ هذه الصفات يمكن توافرها في كل شخص. نعم. إذا كانت هناك الرغبة هناك الدافعية. نعم. المدرس الناجح والمدير الناجح هو الملتزم الدقيق في المواعيد، الدقيق في البرامج، الذي يواكب العصر في تدريسه وفي عمله وفي إدارته. جميل. فيما يتعلق بنقطة دعم الدورات التأهيلية والتدريبية التي تنظم لتأهيل الأساتذة والمدراء. نعم. أنا أرى
أن هذه هي مسؤولية وزارة التربية الوطنية بصورة مباشرة بالنسبة للدورات التدريبية. الدورات التدريبية قبل أن نذهب إلى الشركاء والداعمين من الخارج لكي نطلب الدعم. لماذا نحن الآن نعيش في بلد بترولي؟ بلد الآن تشاد واحدة من الدول المنتجة والمصدرة للبترول. وفي السابق قبل مؤتمر جنيف 1 وجنيف 2 كنا نعتمد على المساعدات والشركاء ولا نفقد حقهم. الشركاء قدموا الكثير لتشاد في مجال تطوير التعليم، سواء كانت المنظمات الدولية أو الهيئات والمنظمات الخاصة والأهلية. قدموا الكثير لتطوير التعليم بشقائه في تشاد باللغتين. حاليا نحن دولة بترولية. إذا وجدنا التمويل من الخارج من الشركاء هذا شيء جيد، إذا ما وجدنا على عاتق الدولة أن تدع في الاعتبار تخصيص ميزانية كبيرة جدا لتأهيل المدراء والأساتذة، وكذلك ليس في المرحلة الثانوية فقط التأهيل هذا، بكل المستويات حتى بما ذلك نعم بكل المستويات. تخيل الآن لماذا تقدمت اليابان؟ اليابان تضع ميزانية سنوية للتعليم العالي والبحث العلمي أو التعليم بصورة عامة في اليابان 98 مليار دولار سنويا. 98 مليار للمنظومة التعليمية، للمنظومة التعليم، ميزانية التعليم فقط. 98 مليار دولار لتطوير التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا في اليابان، وذلك الآن تبوعت المرتبة الثانية من حيث التكنولوجيا في العالم والمرتبة الثالثة اقتصاديا في العالم. إذا أنا أرى هذه الرؤية لتقييم المدير وكذلك الأساتذة أو الأساتذة بكل المستويات بصورة دقيقة. دكتور، نحن اليوم نعيش في عصر جديد وهو عصر اللغات، وكثير من دول العالم بدأت تهتم باللغات الحية وبناء في بناء التواصل وبناء سياستها الخارجية، ولكن فكيف يمكن لنا في المجتمع التشادي الاهتمام بهذه اللغات وإدخالها في المناهج الدراسية وفي المدارس والجامعات وجعلها مواد أساسية يجب الاهتمام بها من قبل الدارسين؟ كويس. اللغات من الأهمية بمكان، والإنسان الذي يجيد لغة واحدة هو كذاك الإنسان الذي يسير برجل واحدة. فتعلم اللغات مسألة ضرورية، والحمد لله نحن في تشاد سياستنا التربوية تبنت الثنائية اللغوية، وهي يعني تعليم أو إتقان اللغتين الفرنسية والعربية على حد سواء، وممكن مع الأيام ممكن يفكر بدل اللغتين ممكن يفكر في ثلاثة أو أربعة، فلما لا. فإذا صراحة تعليم اللغات مسألة ضرورية وينبغي أن ينفتح عليها الدارسين، وكلما تعلمت لغة أخرى فهذه ثراء بالنسبة للإنسان، حتى تعلمك اللغة يكسبك القدرة على قراءة القراءة بصورة أوسع والاطلاع بصورة أوسع، والقراءة والاطلاع يقودانك إلى الحصول على الثقافة العالية خصوصا في الدراسات العليا، عندما لا تكون تجيد لغة أخرى سواء كانت الإنجليزية أو الفرنسية، يعني وصول ولوجك إلى المعلومات يكون محدود جدا. فإذا صراحة نحن أيضا تبنت الحكومة الثنائية اللغوية، وده شيء جيد، ويعني هيئت لها الأجواء، خلقت لها إدارة يطلق عليها إدارة الثنائية اللغوية، وتطورت الآن في الهيكل الجديد إلى إدارة عامة، وهناك أيضا اللغتين يتم تعليمهم في جميع المؤسسات المختلفة للدولة وفي الكليات والجامعات، وهذه هذا مطلب جيد. وهذه سياسة طيبة. فإذا الانفتاح على تعلم اللغات يكسب الإنسان ثراء ويكسب الإنسان معرفة ويدفع للتطور أكثر فأكثر، وهذا ما تنتهجه بلادنا وينبغي أن نسير على هذا النهج. نعم، بالنسبة دكتور ليست المطلوب تعلم اللغات هو كون الإنسان يكون متعلم لغتين أو كذا، لكن نحن نتحدث عن إطار تطوير التعليم، عن إطار تطوير البنية التعليمية بما يناسب هذا العصر الذي نعيشه. وبالنسبة للغات اليوم أصبحت مطلب رئيسي لكل الدول، فبرأيكم هل يمكن إدخال أو إدراج مواد جديدة بالنسبة للغات في المناهج التعليمية؟ اللغتان الرسميتان للدولة في الوقت الراهن ابتداء من دستور سنة 1996 العربية والفرنسية حسب المادة 9 من الدستور. في بعض الدول بغرب افريقيا ادخلت لغات اخرى حية، مثل في التوغو الان ادخلت اللغة الصينية في
في التعليم الثانوي. لم تكن زمان موجودة. ما لم تكن موجودة. نعم. نحن في تشاد في التعليم الجامعي هناك بعض اللغات باستثناء أو إذا تركنا الفرنسية العربية على سبيل المثال، الآن تم افتتاح قسم اللغة الصينية بجامعة أنجمينا في كلية الآداب واللغات والفنون هذا العام، وبالسابق كان موجود قسم اللغة الإنجليزية وقسم اللغة العربية وقسم آداب اللغة الفرنسية. نعم. لكن نحن نتكلم في تطوير اللغات وإدخال هذه اللغات في العملية التعليمية بصورة عامة. نعم. في المدارس. في المدارس. نعم. وكذلك في الجامعات. ما زلنا نتحدث عن تطوير التعليم وتطوير المنظومة التعليمية في تشاد. هل لتحديد أقصى عدد من الطلبة أو التلاميذ في داخل الفصل أي أثر في العملية التربوية؟ نعم، أؤكد ذلك، لأن كلما العدد عدد الطلاب كان معقولا ساعد في استيعاب الدروس وساعد في تحقيق العملية التربوية بصورة أفضل. نعم. بعكس لو كان، وعلى ضوء ذلك التربويون حددوا أن الفصل عدد الطلاب من بغل لا يتجاوز من 25 إلى 30 في الفصل الواحد. في الفصل الواحد. نعم. 25 إلى 30 هذا فصل تربوي، لكن ما دون ذلك فصراحة قد لا نحقق الأهداف المنشودة. نعم. المعلم لا يستطيع أن يراعي الفروق الفردية ما بين الطلاب بصورة جيدة. المعلم لا يستطيع أن يتابع كل تلميذ على حدة. المعلم لا يستطيع أن يعطي كل ذي حق حقه. المعلم لا يستطيع أن يصحح الكراسة بصورة جيدة وهكذا. نعم. بالنسبة لتحديد أقصى حد بالنسبة للتلاميذ أو الطلاب في داخل الفصل له أثر في العملية التربوية فيما يتعلق بعدد الطلاب أو العدد الأمثل للطلاب في داخل الفصل؟ إذا كان عدد الطلاب قلة يستطيع الأستاذ أو المدرس التحكم في الفصل، المرور على كل طالب بسؤال أو إهيائه وجعله ينتبه بصورة جيدة. والعدد الأمثل طبعا هناك ليس هناك اتفاق واحد بين الدول العالم، ولكن العدد المطلوب ما بين 50 إلى 25 طالب. نعم. في الفصل الواحد حتى. نعم. يمكن إدارة العملية التعليمية ومتابعة كل تلميذ. نعم. على مدار اليوم والأسبوع والشهر والسنة. دكتور، بالنسبة هناك سؤال آخر، وهو نحن الآن نعيش في عصر التكنولوجيا الحديثة. نعم. الكمبيوترات الآن دخلت كل المنازل بالنسبة للدول الأخرى، برأيكم كيف يتم تعميم الكمبيوتر كوسيلة تعليمية في مدارسنا أو إدخاله ضمن المنظومة التعليمية في المناهج التربوية؟ هو عملية فنية بحتة. نعم. يعني إدخال الكمبيوتر في عملية التعليم تم تجربها بجامعة أنجمينا في الكامبيس نيميريك المركز الرقمي، لكن هذه العملية في تشاد تحتاج إلى جهود ماذا في البدايات. نعم. لأن عملية إدخال الكمبيوتر في التعليم تحتاج إلى يعني الكثير من المستلزمات الفنية. نعم. مثل من الناحية الإدارية توفير شبكة المعلومات الدولية بصورة قوية وجيدة. نعم. نعم. بحيث يستطيع الإنسان أن يدخل فيه بصورة مباشرة. نعم. ده هذا بالنسبة للإنترنت. بالنسبة للإنترنت. نعم. حتى في التعليم. نعم. يعني في أوروبا الآن في التعليم في الأخبار في كل شيء إنسان بواسطة جهاز الكمبيوتر هذا تستطيع أن تتابع تلفزيون تشاد في أي دولة أوروبية في الدول ال 28 التابعة للاتحاد الأوروبي. فيما يتعلق بإدخال الكمبيوتر في اليابان، الطالب في البيت لكن بواسطة الإنترنت بيشوف الأستاذ، هو يتابع الأستاذ هو في داخل الفصل. نعم. ممكن الأستاذ إذا كان أنت قريب من المدرسة. نعم. تذهب مباشرة إلى الفصل، إذا كان مكانك بعيد مع زحمة المواصلات والبعد المسافة تفتح الجهاز وتشوف الأستاذ وتشيل ورقة وقلمك في الغرفة أنت تتابع الدرس. نعم. هذا في اليابان الآن بلغوا إلى هذه المرحلة. نعم. الشيء الآخر، تعويد الطلاب في كل المراحل على استخدام الحاسب الآلي هذا يؤدي إلى تطوير الأقلية. نعم. لكن يحتاج إلى توفير أجهزة كمبيوتر بكفاءة عالية وبجودة عالية مع توفير البرامج وتوفير الفنيين الذين يقومون بإصلاح هذه البرامج ومواكبة العصر ومواكبة التطورات التي تحصل إن وجدت بصورة مباشرة ويومية. نعم. حتى نستطيع أن ندخل هذه العملية، لكن بصورة عامة في كل مستويات التعليم. نعم. نحن ما زلنا في البدايات. نعم. دكتور، ما المانع من إدخال الكمبيوتر كأحد عناصر التعليم في تشاد؟ المسألة فعلا أنا أحسن مسألة قد تحتاج إلى إمكانيات فقط وتحتاج إلى إرادة، لأن موضوع الكمبيوتر من الأشياء التي ذات أهمية بمكان، لأن بدون الحاسب الآلي أو تكنولوجيا المعلومات متفق عليه على أنه لا يكون هناك تقدم والازدهار. فأنا الذي أراه وينبغي طبعا وزارة التربية أن تأخذ أن تنظر في ذلك بعين الاعتبار بصورة كبيرة، إلى أن هذه المادة ينبغي أن تقرر في جميع مؤسسات الإعداد والتدريب. مادة تعليم الكمبيوتر. مادة تعليم الكمبيوتر. نعم. للمدرسين أولا، معاهد تدريب المعلمين،
سواء كان الابتدائية والإعدادية وكليات التربية مسألة ضرورية يتعرف عليها المعلم. وبعد ذلك هذه المدارس أيضا ينبغي أن تكون فيها هذه الآلات موجودة ونعلمها للطلاب. نعم. الآن في حتى أقرب دولة أظن في لبنان مادة الأول كمبيوتر يتعامل معها الطلاب في رياض الأطفال. في رياض الأطفال. يتعامل مع الكمبيوتر، يتعامل مع الانترنت، واي واحدة او واحد عنده الايميل الخاص خاص به الى اخره. فاذا صراحة نحن نناشد بضرورة ان تأخذ وزارة التعليم بصفة عامة. نعم. ضرورة ادراج هذه المادة لجميع التخصصات. نعم. لجميع التخصصات. نعم. سواء كانت الادبية ام الفنية ام العلمية. نعم. وتوفر هذه الوزارات لجميع هذه المدارس هذه المعدات، بحيث الطلاب يتعامل معها بصورة دائمة حتى تتحقق الأهداف المنشورة. نعم. أيها السادة المشاهدون، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضية للحوار، وسنلتقي معكم بمشيئة الله في حلقة مقبلة. ولكن في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر إلى ضيفي الكريمين الدكتور علي محمد قمر مدير المركز التربوي الإقليمي للإسيسكو بتشاد، كما أشكر ضيفي الثاني وهو الدكتور عبدالله بخيط صالح عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة أنجمينة. وأشكركم على كرم المشاهدة، وإلى أن نلتقي معكم مجددا لكم مني ألف تحية، ودمتم في رعاية الله.